اختتمت البطولة الجهوية لجيدو بين مصالح الشرطة لناحية الوسط للموسم الرياضي 2017-2018 بالقاعة المتعددة الرياضات بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو بمشاركة 92 رياضيا من الصنفين للظفر بالمراتب الثلاثة الأولى المؤهلة إلى البطولة الوطنية، حيث تحصل أمن الجزائر العاصمة على حصة الأسد في الميداليات والتتويجات، يليه في المركز الثاني أمن ولاية المدية والمرتبة الثالثة لأمن ولاية تيزي وزو، وصفية إبرودان كانت حاضرة وبعثت بالتالي. تحت الرعاية السامية لعناية السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني وبتنظيم من المصلحة الجهوية للصحة النشاط الاجتماعي والرياضات وبالتنسيق مع مصالح أمن ولاية زوزو، احتضنت أمن ولاية زوزو فعاليات البطولة الجهوية للجيدو ما بين مصالح الشرطة لناحية الوسط. الحمد لله تحصلنا على من سبع للدكور من سبع أوزان اللي موجودة في الدكور في 60 و66 و73 و81 و90 واقل من 100 كاع الميداليات الذهبيه المراتب الاولى، ودوك حنا نزيدو نوجدوا اكثر للبطوله الوطنيه. والله كان منافسه قويه، كان احتكاك جيد، الحمد لله ربي وفقنا والحمد لله. الحمد لله تحصلنا على المرتبه الثانيه حسب الفرق، وهذا راجع للأداء والمشاركة الجيدة اللي كانت من طرف الرياضيين، واللي نشكرهم على المجهودات المبذولة من طرفهم. أشكر شيف سوتي الولاية يبدن يعاونن ينكوراجين يمني وض يمدني وين لي تيتراكي، إن شاء الله إن شاء الله هات نشرف دي ناسيونال، إن شاء الله بوركوا با البطولة العربية إن شاء الله.